مكملين مع بعض كده في الفيديوهات بتاعت المانوال ديزاين، وهنا عايزين نركز على فكره معينه من الافكار اللي ممكن تقابلها في القصه بتاعت الديفليكشن في العموم. انا في الديفليكشن في العموم معظم اللي انت بتتعامل معاه في الكليه ان الكاميرا او البلاطه او الحاجه اللي انت بتشتغل عليها بنبقى احنا مثبتين لك الانرشي، يعني كل المسائل اللي احنا كنا بنحلها مع بعض تمام كانت بيبقى الانرشيا بتاعتها ثابته، يعني هنا الانرشيا ثابته الكاميرا كلها نفس الانرشيا. طب هل في الواقع الكلام ده بيبقى متحقق؟ الاجابه لا، في بعض الاحيان او في كتير من الاحيان بيحصل حاجه زي اللي قدامك دي، بيبقى الكاميرا الانرشيا بتاعتها متغيره نتيجه تغير القطاع نفسه، يعني ممكن تبقى كاميرا والكاميرا دي فيها تغير في القطاع هنا غير القطاع هنا، او فيها تفاصيل متغيره او الماتيريال متغيره. طب تاثير ده يظهر ازاي في الحل؟ فانا عندي مساله زي دي وعايز احلها، او عندي مساله في طب تعال احل المساله دي تمام بالطريقه بتاعه الكونجكت بيم مثلا. طيب انا عشان احل المساله زي دي بالطريقه بتاعه الكونجكت بيم، تعال الاول كده نراجع مع بعض هي الكونجكت بيم دي كانت بتتحل ازاي. طيب انا الكونجكت بيم بتتحل كالاتي، اول خطوه خالص كان الخطوه بتاعه ان انا اجيب الرياكشن، يبقى اذا خطوه رقم واحد ان انا هجيب مين الرياكشن، يبقى انا همسك المساله هنا كده ابدا اجيب الرياكشن، وكنا اتكلمنا قبل كده في الموضوع بتاع الرياكشن وازاي تحسب الرياكشن، خلاص مش هنتكلم فيه تاني. ده اول خطوه خالص ان انا حسبت الايه الرياكشن، طلع الرياكشن هنا 21 والرياكشن هنا 11، يبقى دي خطوه رقم واحد ان انا حسبت الرياكشن، كتبت لك جنبها اهي خطوه رقم واحد. طيب خطوه رقم اثنين بعد ما حسبنا الرياكشن هنروح نرسم المومنت، ودي برده خطوه كنا عملناها قبل كده. لو كده بصينا انا لو عايز ارسم المومنت فركز بقى كده معايا، ادي كده النقط اللي انا عايز ارسم المومنت عندها. بص يا سيدي احنا عندنا النقطه دي المومنت كده كده فيها بصفر، لان انت لو قطعت وبصيت من الناحيه دي فالمومنت بصفر، اما النقطه دي فالمومنت فيها قيمته 44 ودي للسهم اللي فوق فقيمته 44، والنقطه دي المومنت عندها بصفر، اذا يبقى لي النقطه دي اللي هي طالعه 30، والنقطه دي عندها قيمتين مره 11 ومره 3، وده لان هنا في كونسنتريتد مومنت. طب اجيب النقطتين دول ازاي؟ يعني 30 دي اتحسبت منين؟ ال 30 دي انت لو قطعت من الناحيه دي وبصيت كده فانت عندك 10 في 3 هيطلع ب 30، ودي للسهم اللي فوق يبقى ب 30، يبقى كده ال 30 دي جبناها. اما هنا ال 11 دي جبناها ازاي؟ لو انت قطعت هنا كده وبصيت فانت عندك هنا 44 ودي للسهم اللي فوق، وعندك 11 في 3 ب 33 ودي للسهم اللي تحت، يعني مطروحين من بعض، يعني 44 ناقص 33 بتطلع فعلا النتيجه 11، فدي النتيجة 11. وبعد كده انت خلي بالك هنا دي للسهم اللي فوق، بس انت ما بتحسبش من هنا، انت هتعدله كده عشان الحتة دي مهمة، فيبقى دي للسهم لتحت يعني بينزلك لتحت، وبالتالي هتطلع رسمة المومنت زي ما انت شايفها 44 11 3 6 30 وهنا 2 وربع وهنا 2 وربع. ركز بقى معايا في الحتة اللي جاية دي عشان هي الأساس. أولا انت مش هينفع تشتغل بالشكل المنظر اللي قدام سيادتك ده، هنبدأ نقسم الأشكال دي لمثلث ومستطيل وبارابولا، يبقى مثلث ومستطيل وبارابولا. الحتة الجديدة في المسألة دي أو الفكرة الجديدة في المسألة دي هي القصة بتاعت الإنرشيا، تغير الإنرشيا. لو في حصل في الكاميرا اللي قدامك أي تغير في الإنرشيا لازم نقسم عندها. بمعنى إيه؟ بمعنى هنا شايف هنا كده أنا عندي مثلث أهو، ركز معايا بالله عليك، ادي كده ده عندي ايه؟ مثلث. ما ينفعش اخد المثلث ده حسبه واحده، ليه؟ لان المثلث ده كان فيه جزء منه في الانرشيا اسمها اي، وهنا جزء في الانرشيا اللي اسمها 3 اي، وبالتالي هيبقى عندك هنا ده مثلث، تمام؟ اما هنا ركز بقى بص الحركه دي قوي، ده مثلث ده هنقسمه بالنص كده، فهيبقى عندي هنا مثلث، لكن هنا المثلث ده هنقسمه مثلثين، يبقى هنا كده مثلث مثلث مثلث، والبارابولا طبعا اتحط تحت، وهنا مثلث وهنا مثلثين. يبقى الفكره اللي كانت في المساله دي ان هنا طالما ركز بالله عليك، طالما الحمل او رسمه المومنت معديه في اثنين انرشيا لازم تتقسم على اثنين انرشيا، يعني الجزء بتاع الانرشيا 3 اي لوحده والجزء بتاع الانرشيا اي لوحده. طب الحسبات بقى دي، الحسبه اللي هو كاتبها دي كل واحده منهم محسوبه ازاي؟ احنا اتفقنا مع بعض احنا كده الخطوه رقم واحد مش معايا في المساله، خطوه رقم واحد جبنا الرياكشن، خطوه رقم اثنين رسمنا المومنت، خطوه رقم ركز بقى في الحته دي، خطوه رقم ثلاثه كانت ان انا احول الاوريجينال بيم لكونجكت بيم، وعشان احول الاوريجينال بيم لكونجكت بيم كنا بنعمل خطوتين، واحد السبورت اثنين الالاستيك لود. طب السبورت عندك الفيكسد سبورت بقت فري، عندك انترميديت هنج بقت هنج، عندك هنج والهنج دي داخليه فبقت انترميديت هنج،
عندك نقطة فري بقت فيكسد، ده اللي احنا كنا شرحناه قبل كده في الفيديوهات اللي قبل كده. وبالتالي زي ما حضرتك شايف هنا كده خلصنا السبورتات. تاني حاجة الالاستيك لود، واتفقنا ان الالاستيك لود انت عشان يبقى عندك الالاستيك لود محتاج ثلاث حاجات. ايه هما الثلاث حاجات عشان القصة بتاعت الالاستيك لود دي؟ الاتجاه، وان الاتجاه على حسب الرسمة، يعني دي لفوق فاتجاه لفوق لفوق، يبقى اتجاه لفوق 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 لفوق، والاثنين بارابولا دول اتجاههم لتحت لانهم مرسومين لتحت. يبقى اول حاجة الاتجاه هي لفوق ولا لتحت؟ قلنا على حسب الرسمة، لو الرسمة مرسومة فوق يبقى الاتجاه لفوق، لو الرسمة مرسومة تحت يبقى الاتجاه لتحت. تاني حاجة هتبقى نقطة التأثير، تاني حاجة هنا هتبقى عبارة عن ايه؟ نقطة التأثير. طب نقطة التأثير دي هجيبها ازاي او اعملها ازاي؟ قال لك دي بسيطة جدا، اي مثلث بيبقى في التلت من ناحية القائم، فهنا المثلث ده في التلت من ناحية القائم، يعني لو المسافة دي 3 يبقى هنا كده 2 وهنا كام؟ هنا 1، واي بارابولا في النص واي مستطيل هيبقى في النص، يبقى المثلث التلت من ناحيه القائم، البارابولا في النص والمستطيل في النص. وخلي بالك لو انت عندك شبه منحرف لازم تقسمه لي كام حته، بقسمه زي ما انت شايف كده مثلثين، بحيث ان المثلث اللي تحت ده يبقى هنا في التلت من ناحيه القائم، والمثلث الثاني ده في التلت برضو من ناحيه القائم. طيب كده كلام جميل جدا كده، الحمد لله ربنا كرمنا وعرفنا حاجتين من الالاستيك لود، الا وهما ايه؟ الاتجاه، عرفنا ان الرسم طالما فوق يبقى الاتجاه لفوق، والرسم طالما تحت يبقى الاتجاه لتحت. ده كده بالنسبه للالاستيك لود الاتجاه. تاني حاجه في الالاستيك لود كان نقطة التأثير ودي عرفناها. آخر حاجة وهي دي بقى اللي إحنا بنشرح أصلاً المسألة دي علشانها. القصة يا باشمهندسنا العزيز إن أنت الكلام ده كله بيبقى مقسوم بره على كام؟ ركز، الكلام ده كله بيبقى مقسوم بره على الاي اي. قال لا، طب ما الاي ثابته لكن الاي هنا في 2، هنا في 1، هنا في 1، هنا في 3، هنا في 3. فحضرتك لما بتجيب القيمه بتاعه الالاستيك لود بتقسمها على قيمه الاي اي، فلو انا اخدت اي اي بره عامل مشترك يبقى انا لما اجيب الالاستيك لود هنا اقسمه على الاثنين، هنا هقسمه على 1، هنا اقسمه على 1، هنا اقسمه على 3، هنا اقسمه على 3. ولو انت مش فاهم اللي انا بقوله خليني اديك مثال، تعال نشوف كده واحده واحده. احنا عايزين نجيب قيمه الالاستيك لود لل 30 دي، فعندك كده هيبقى في المساله عباره عن نص، نص القاعده، نص في 3، القاعده اهي 3 ادي نص في 3 اللي هي القاعده في الارتفاع اللي هو 30، يبقى نص في 3، نص في 3 في 30، فنص في 3 في 30 ب 45، تفاجئ ان هنا في الحل كاتب كام؟ 45؟ لا كاتب 15. طب ليه كاتب 15؟ اقول لك اصل دي 3 يبقى هنا اقسم على ال 3 يبقى دي كام؟ 15 فعلا زي ما هو كاتب. تعال ناخد مثال تاني عشان تفهم اكتر، تعال هنا، هنا الشبه منحرف ده قمت انا اقسمه زي ما انت شايف كده 2، واحد بقى مطلع 8 وربع، واحد مطلع 33، عايزين نشوف بالظبط كده ازاي حسبه. ادي كده شبه المنحرف قسمناه 2. طب حلو، ركز بقى معايا بالله عليك كده، ادي المثلث الاولاني اهو، المثلث الاولاني اهو قيمته كام؟ نص في 11، ركز، نص في 11 في 3، فهيطلع نص في 11 في 3 بكام؟ طلع بكام؟ 16 ونص. هقسمه على الاثنين ليه؟ عشان هنا 2 اي اي، فلو انا جيت قسمت دي على الاثنين وعملت العلامه دي 8 وربع مظبوط، تعال ناخد الثاني هيبقى نص في 44 في 3 على الاثنين، فبيطلع فعلا ب 33. تعال ناخد حاجه بص دي هتوضحها لك قوي، البارابولا دي كانت في الحته بتاعه 3 اي، والبارابولا دي كانت في الحته بتاعه الاي. تعال نحسب كده البارابولا مساحتها كام؟ كنا قلناها قبل كده، البارابولا مساحتها 2 على 3، 2 على الثلاثة في مساحة الايه؟ المستطيل، مساحة المستطيل بتساوي ايه؟ الطول في العرض، الطول كام؟ المسافة دي كانت 3 متر والعرض اللي هو 2 وايه؟ وربع. يبقى هنا 2 على 3 في 3 في 2 وربع هتطلع ب 9 على 2 اللي هي ب 4 ونص، فتلاقيه كتبها هنا 4 ونص، انما هنا اتكتبت بكام؟ اتكتبت ب 1 ونص. طب ليه 4 ونص وليه 1 ونص؟ عشان هنا كان مقسومة على 3 اي، انما هنا مقسومة
على اي. وبكده يبقى خلصنا الخطوه دي من المساله، الا وهي الخطوه بتاعت ان انا كده حاليا او دلوقتي قدرت احسب الالاستيك لود. بعد كده خطوات المساله مش هتختلف في اي حاجه، لان هتكمل خطوات المساله زي المسائل او زي الفيديوهات اللي شرحناها قبل كده بمنتهى السهوله. خلاص بقى هيبقى عندك دي كده الكاميرا بتاعتك، هتبدا تجيب الرياكشن، وبعد كده تشوف هو طالب منك ايه وتحسبه. طلب الديفليكشن عند اي حته، تحسب المومنت، طلب السلوب انجل عند اي حته، هتحسب الشير. احيانا بقى في مطلوب غريب شويه او خبيث شويه، يروح جاي طالب منك ايه، بيقول لك هنا ارسم لي مثلا الكيرفتشر اهو، ده كده اسمه ايه الديفليكشن كيرف، ده كده اسمه ايه يا باشمهندس الديفليكشن ايه كيرف. لو هو طلب ان انت ترسم الديفليكشن كيرف، يبقى انت هتجيب ايه، تحسب قيم المومنت عند كل مكان، ويبقى انت كده رسمت الديفليكشن ايه يا باشمهندس الديفليكشن كيرف. وبكده يبقى انت حليت المساله دي وفهمنا الفكره فيها. تاني نرجع نتكلم مع بعض، هي ايه الفكره في المساله دي؟ الفكره في المساله دي ان احنا بنتكلم عن تغير الانيرشيا. ففي حاله وجود تغير في الانيرشيا بيتغير عندي حاجتين، لو عدى عليها مثلث، عدى عليها شبه منحرف، عدى عليها بارابولا، عدى عليها اي حاجه، لازم تتقسم مع، يعني تتجزء على نفس تجزئه الايه؟ القصة بتاعت الانيرشيا. ده الحاجة رقم واحد. الحاجة رقم اتنين، ان حضرتك لما تيجي تحسب الالاستيك لود بنحسب ثلاث حاجات. الاتجاه ده ما فيهوش اي تغيير عندك، نقطة التأثير ما فيهاش اي تغيير، لكن القيمة بيتم قسمتها على مين؟ على الاي اي. وبكده يبقى احنا فهمنا المسألة دي بتتكلم عن ايه، وان شاء الله نكمل مع بعض. وزي ما احنا اتفقنا او زي ما كنا اتكلمنا قبل كده، الدبلومة بتاعت المانوال ديزاين دي مش هتبقى حاجة واحدة، لا دي هي الدبلومة بتاعت المانوال ديزاين دي بيبقى فيها دلوقتي فيها الاستراكشر وفيها كونكريت وبيبقى فيها ستيل، وكمان ان شاء الله باذنك رب يعني ممكن نضيف فيها الاوتوكاد، ممكن نضيف فيها الساه، بحيث ان انا عايز اربط لك كل الحاجات ببعض، بحيث ان انت في النهاية تبقى حاجة مفيدة جدا ليك باذن الله.